الضغط ده هو السايلنت كيلر او القاتل الصامت، بس هو اصبح له جمعيات وله قواعد ولازم يتشخص ولازم يبقى الواحد لازم ياخد باله في قياساته ويقيس طريقه قياس الضغط حتى مهمه، يقيس من الايد اليمين وايد الشمال، يقيس العين وهو نايم وهو قاعد وهو واقف، ان في حاجات الضغط اوليه وحاجات الضغط ثانويه. الضغط الاوليه اللي هي بتبقى فيها جزء وراثي، الثانويه اللي هي ممكن علاجها كيورابل، يعني زي مثلا حاجات خلقية موجوده او حاجات هرمونات لازم الدكتور في الاول بيعمل التحاليل دي ويتاكد ان هي مش حاجات ثانويه، طلع انها حاجات اوليه حسب رقم الضغط. الرقم الموجود 140-90 حسب الامريكان اللي هي الجايد لاينز او وسائل الارشادات الامريكيه بتقول ان هو بقى 130-80. لغايه دلوقتي مستنيين الاوروبيين بان غالبا هيقولوا 140-90 برضو، والناس اللي هم معرضين يعني مثلا عندهم حاجات في شرايين القلب او شرايين كلى وعندهم شرايين مخ او شرايين طرفيه، دول هيبقى 130-80، ده البدايه بتاعتك. لكن انا لو عندي 140-90 لوحده هبتدي ايه، او 130-80 هبتدي ايه؟ هبتدي ان انا ادي علاج، العلاج يا اما دواء واحد او دوائين. في الغالب دلوقتي بندي قرص فيه دوائين، القرص فيه دوائين ده احسن حاجه عشان انا تقريبا مش عارف اسباب الضغط الاوليه. لو خد الدواء بانتظام يوميا مع انتظام في الاكل والرياضه، المفروض هو 5 أيام في الاسبوع مشي، والاكل يبقى قليل ملح وقليل كربوهيدرات وقليل فات يبقى والدهون، يبقى انا كده تقريبا غطيت كل حاجه وقدرت ان انا اعمل فولو اب. ولازم اهم حاجه في الضغط تشخيصه وعلاجه المستمر طول العمر. فلو الواحد مشى بهذه الطريقه اعتقد ان احنا كلنا هنبتدي نعالج الضغط. من الضغط 26-30% من المصريين عندهم ضغط، يعني 30 مليون واحد عندهم ضغط. اللي بيكملوا في الضغط ما يجدوش 5% او بيستجيبوا ضغط 5%. انا عايزين 5% دي تبقى 20-30% ان شاء الله. شكرا.